السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة جديدة من محاضرات دورة عملية في الإلكترونيات مع المهندس وليد عيسى. وفي هذه المحاضرة إن شاء الله بدنا ندرس بشوي تفصيل فقط مع عملي سلوك المكثف. طبعا أخذنا في المحاضرة الماضية تركيب المكثف، وبرضو أخذنا نبذة عن سلوك المكثف مع تجربة عملية عن عملية الشحن والتفريغ. ولكن في هذه المحاضرة إن شاء الله هناخد مفهوم جديد اسمه ثابت الزمن، وهذا مفهوم يجب عليك انك تفهمه لانه بفيدك بعد هيك في تحليل الدوائر، تمام، وحتى تصميمها. فانت لو فهمته ممكن بعد هيك يساعدك بشكل كويس. طيب نيجي لعملية الشحن والتفريغ، تمام. فلو انا عملت هذه الدائرة، عندي مصدر جهد وعندي سويتش وعندي مقاومة وعندي اللي هو مكثف، تمام. وانا لو حطيت فولت ميتر هنا وبدي اقيس الفولت حوالين المكثف، زي ما حكينا من اول انا لما اغلق المفتاح هنا هلاقي انه الفولت والتيار هيمر في الدائره وهيعمل على الشحن لو حي المكثف لانها فارغات، تمام. لكن من اول ما يصير عندي تشبع للمكثفات هذه للالواح هذه، وقت التيار هذا اللي بيسموه اي تشارجنج ايش هيصير فيه؟ هيصير يقل 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 لحد ما يصفر، تمام. وبالتالي انا عملية شحن الفولت هيكون بالصورة هذه من صفر الى الماكسيمم تبعته، وهيمر عبر مراحل، تمام. واما التيار طبعا في النهاية هيصفر. طيب في حاجة نتعرف عليها جديدة اسمها ثابت الزمن، وهذه مهمة جدا انك تعرفها لانها بنطبق عليها بعد هيك دوائر كتيرة. ثابت الزمن هو الزمن الذي يستغرقه المكثف ليصل إلى 63% من القيمة النهائية. طيب أنا المكثف كان صفر وبدي يصل لقيمة نهائية 12 فولت نفترض. طيب وقل لك الزمن الذي يستغرقه المكثف ليصل إلى 63%، وين 63% هيها؟ تمام؟ بغض النظر عن قديش القيمة النهائية، ولكن 63% منها يعني أكبر من النص بشوية، يعني افترض هذا 12 فولت، ف 63% أكيد هتكون يعني إيش أكبر من النص، احتمال يعني سبعة، بين السبعة والثمانية فولت، أوكي. لما فبقول لي إنه ثابت الزمن هو عبارة عن مقدار من الزمن اللي هو يسمى تي هنا، تمام. وهذا المقدار وقتها بيكون وصل الفولت وهو قاعد بزيد لإيش؟ ل 63%. طب إيش بفيدني؟ إن شاء الله هنعرف بعد شوي شو بفيدني. طبعا إيش يساوي؟ يساوي قيمة اسمه تاو، هذا ثابت الزمن يرمز له بتاو، ويساوي R في C. مين R؟ R هي عبارة عن مقاومة اللي أنا بستخدمها للشحن، وC هي الساعة تبعت مين؟ المكثف. طبعا يحتاج، هذه هي المعلومة اللي أنا بدي إياها في الآخر. أنا عرفت تاو، ماشي عرفت تاو، حسبته عرفت أنه والله بعد تاو هيوصل الجهد ل 63%. طب ايش بتفيدني 63%؟ انا ما بدي 63%، انا بدي التاو هذه. بقول لي يا سيدي انه يحتاج المكثف الى مده زمنيه مقدارها 5 تاو، يعني 5 مرات من هذه القيمه لشحن المكثف بشكل كامل. يعني انا اذا عرفت تاو بقدر اعرف قديش بدي وقت كامل عشان اصل للماكسيمم، تمام، او عشان تنتهي عمليه التفريغ او الشحن، عمليه الشحن او التفريغ. وبالتالي انا لازم استنى 5 مرات من هذه التاو، وقتها ايش بكون انتهت عمليه الشحن. يعني لو التاو كانت 1 ثانيه فانا لازم استنى 5 ثواني عشان ايش؟ عشان انتهي من عمليه الشحن او لإفراغ المكثف ايضا. يعني هي نفسها عمليه الشحن والتفريغ، بعد هذا الزمن لن يمر تيار في المقاومه. شايفين هذا ليش؟ لانه عمليه الشحن قد اكتملت وسوف تعتبر الدائره مفتوحه او شبه مفتوحه. ليش؟ لانه انت عندك الدائره الان اللوحين تم ملئهم بالالكترونات والفجوات، وبالتالي مش هيمرروا تيار، مش هياخدوا تيار كبير، مش هياخدوا تيار بعد هيك. وبالتالي زي كأنك بتقول انه خلص التيار، الدائرة كأنها مفتوحة. فالمكثف يا شباب عشان تفهم السلوك تبعه، اول ما تشغله، اول ما يبدأ عملية الشحن بيبدأ ياخد تيار ياخد تيار ياخد تيار، ولكن تيار هيضر له يقل 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 اللي بياخده لحد ما يتشبع، بوقف التيار. بوقف تيار وين؟ اللي في الفرع تبعه اللي داخل له. فأي عنصر متصل معه هيوقف ياخد تيار زيه، تمام؟
او هينغصب انه ما ياخذش تيار لانه خلص هو ايش المتحكم في المسألة هذه. وبرضو خلينا نشوف هذا بشكل عملي بعد شوية. نفس الاشي بالنسبة للتيار زي ما قلنا، وهذا هو الكيرف اللي بوضح لنا اياه. بيبدأ اول حاجة عالي لانه المكثف بيشحن، وبعد هيك بصفر. الان نرجع، لو كان عندي انا مقاومة قيمتها 47 كيلو ومكثف 1000 مايكرو فاراد، فيكون عندي التاو تساوي R في C، تمام؟ الـ R 47 كيلو والC 1000 مايكرو، هيطلع عندي 47 ثانية. يعني بعد 47 ثانية هيكون حصل المكثف على 63% فقط. طيب وقتش هيشحن كامل؟ بعد 5 مرات من الـ 47، يعني بعد 235 ثانية. يعني أنا لازم أنتظر 235 ثانية علشان يشحن المكثف بشكل كامل، وتكون عملية الشحن بطيئة جدا. طيب أنا الآن شحنته وهي شاحن ومية المية، كيف أفرغه؟ بكل بساطة هيتم التفريغ عبر المقاومة. نفترض أنه عندي مقاومتين نفس المقاومة، وعن طريق هذا السويتش، وهنا في شورت هنا، يعني عبارة عن سلك ليس مصدر جهد، تمام؟ فأنا المصدر الوحيد اللي في الدائرة هو المكثف، هو المشحون الوحيد، وبالتالي هي مش هيلاقي أي شحنة أخرى في الدائرة. فأنا من أول ما أغلق المفتاح هيصير دائرة مغلقة، وكل الشحنات هذه هتتفرغ في إيش؟ المقاومة، وهتتفرغ من قيمة كبيرة، هتكون قيمة الفولت قيمة كبيرة لحد قيمة صفر. ونفس الإشي التيار هيكون قيمة كبيرة بالسالب طبعا، لأنه عكس اتجاه الأولاني، ولحد ما يصير ايش في النهايه صفر. نفس القصه في عمليه ونفس الاشي هنا، لو بدنا نعمل حسابات عند 100 كيلو و22 مايكرو، هتكون قيمه الار سي عباره عن 2.2 سكند، 5 مرات منها هتخلص عمليه التفريغ تماما ل 11 سكند 11 ثانيه، تمام؟ فانا بعد 11 ثانيه ممكن اتاكد انه هذا المكثف تم تفريغه تماما. بالنسبة لسلوك عملية الشحن والتفريغ، طبعاً احنا بنينا الدائرة هذه كمان مرة 12 فولت 500 اوم مقاومة، وهنا 1000 مايكرو فراد. طبعاً زي ما اخذنا في عنا حاجة اسمها ثابت الزمن، ثابت الزمن يساوي قيمة المقاومة في قيمة المكثف R في C. طبعاً قيمة المقاومة 500 اوم في قيمة المكثف 1000 مايكرو فراد، بتطلع عندي قيمة التايم كونستانت او ثابت الزمن نصف ثانية، يعني نص سكند. اوكي، الان لو بدي انا اعرف الان لما يبدأ المكثف يشحن وقتيش هيوصل الماكسيمم تبعته، اعلى اشي ممكن يصله، قلنا بعد 5 مرات من ثابت الزمن هذا، اضرب 5 في النص بتطلع عندك تقريبا 2.5 ثانية. 2.5 ثانية هذه هي المدة اللي بيستغرقها المكثف الان في حالتنا هذه عشان يوصل لمين؟ ده تقريبا 12 فولت، تمام؟ خلينا الان نشوف عمليه الشحن والتفريغ، مش بس الشحن. عمليه الشحن طبعا هتصير انه اشبك السلك هذا بالمقاومه الطرف هذا، وعمليه التفريغ هتتم بانه احط سلك بين المقاومه او طرف المقاومه وطرف السالب تبع المكثف عشان عمليه التفريغ تصير بالشكل هذا. خلينا نشوف الان عمليه الشحن والتفريغ على الاسيلوسكوب، ولكن يجب انه اشبك طرف الاسيلوسكوب في الاول. فنشوف الان طرف الاسيلوسكوب اللي هو فقط على المكثف بهذه الصوره، وخلينا نشوف الان شو هيعطينا الاسيلوسكوب. الان زي ما احنا شايفين انه الفولت على المكثف صفر، تمام؟ لانه لم تبدا عمليه الشحن، هو الان يعتبر مكثف فارغ. والان بدنا نشوف قديش او كيف هيعمل اللي هو هنشوف الكيرف او هنشوف المنحنى تبع عمليه الشحن. الان هامر الدائرة انها تشحن، في نفس الوقت الاسيلوسكوب انه ياخذ الاشارة. زي ما احنا شايفين كان صفر، والان صار يمشي لحد ما وصل الماكسيمم تبعته، والان هنوقف الاسيلوسكوب شوية. طيب الان زي ما احنا شايفين هو هذا المنحنى تبع الشحن زي ما احنا درسناه في النظري بالضبط، ولكن انا بتأكد من شغلة، انا متاكد انه والله اخذ 2.5 ثانيه زي ما احنا عملنا الحسابات. 2.5 ثانيه عملنا الحسابات انه 5 تاو 2.5 ثانيه تقريبا من اول بدايه الاشاره لحد ما وصلت الماكسيمم. اول ما وصلت الماكسيمم هل اخذت 2.5 ثانيه؟ هذا السؤال اللي احنا بدنا نجاوبه الان. عشان نجاوب هذا السؤال طبعا احنا ممكن نحسب
بشكل يدوي قديش اخذت، ولكن عشان هذا السكوب فيه خصائص كويسة، ففي عندي حاجة اسمها كيرسر، وهذا الكيرسر انا ممكن طبعا احط اول كيرسر على اول بداية الاشارة اللي هو مؤشر، وتاني كيرسر طبعا هنا بيقول لي تقريبا قديش المدة بين الكيرسر الاول والتاني، فتقريبا الان 3.19، انا بدي اخليه 2.5 واشوف هل فعلا بعد 2.5 تقريبا الان المدة بين الكيرسر الاول والتاني 2.5 ثانية، وفعلا فعلا زي ما احنا شايفين بدأ من الصفر، وتقريبا بعد هذه النقطة اللي 2.5 ثانية ثبتت الاشارة وما عادت تزيد. تمام، الان صارت الزيادة هين هين هين، ولحد 2.5 ثانية صارت الاشارة ثابتة وبطلت عملية الزيادة. هذه عملية الشحن، وهذه هي القوانين اللي بتحكم عملية الشحن. قيمة المقاومة وقيمة المكثف هي بتحدد قديش مدة عشان يشحن. لو انا طبعا غيرت قيمة المكثف او قيمة المقاومة لقيم اكبر واصغر، طبعا مدة الشحن هذه هتتغير. نفس الاشي لو انا بدي استعمل عشان اشوف عملية التفريغ، كل ما بدي اعمله هو انه أأمر المكثف أو أحطه في وضعية إنه يفرغ، في نفس الوقت نشوف المكثف أو الاسلسكوب في نفس الوقت يأخذ الإشارة. الآن هاي الإشارة إنه المكثف شاحن، يلا فرغ المكثف، هاي عملية التفريغ بدأت، والآن هاي وصل للصفر زي ما احنا متوقعين. تمام، الآن قديش المدة من هان لهانا؟ نشوفها بواسطة برضو الكيرسز. تقريبا يعني لحد اوكي، وقت ايش هيوصل الصفر؟ تقريبا هيوصل الصفر تقريبا في المدة هذه، يعني تقريبا 2.6 ثانية اخذت المدة اللي هي من اول ما بدأ يفرغ لحد ما وصل الصفر. تمام، يعني يمكن هي 2.6 او 2.7 ثانية، قريبة جدا جدا من 2.5 ثانية. يبقى عملية التفريغ وعملية الشحن هي هتاخذ نفس المدة، لأنه قيمة المقاومة وقيمة المكثف نفسها اللي هي RC. تمام، وبالتالي هتعطيني نفس قيمة الشحن والتفريغ. طبعا أنا أعدت تصميم الدائرة بنفس الطريقة ببرنامج المالتسم عشان أوضح لك أنه برضو هو ممتاز، أنك أنت ممكن تطبق نفس التجربة عن طريق هذا البرنامج. نفس القصة، أنا استعملت 12 فولت هيها كسورس، في عندي 500 أوم المقاومة، وفي عندي اللي هو المكثف 1000 ميكروفراد، ولكن أنا حولته 100 فقط عشان أسرع عملية السيميوليشن. لكن أنت ممكن تعملها 1000 زي ما بدك، لكن هنا فقط عملية حولتها 100 عشان فقط أسرع السيميوليشن. أنا بعد هيك بقيس الجهد عن طريق الاسلسكوب. أنا طبعا في عندي قلنا الاسلسكوب بالسوق موجود هنا، في عندي الاسلسكوب اللي هو تكترونيك، فالاثنين ممكن يظهروا لي الإشارة، ولكن أنا استعملت الاثنين لسبب معين الآن بفرجيك إياه. الآن بدي أفتح هاي الأول، تمام، وهاي الثاني عندي كويس، والاثنين طبعا هيعرضوا لي بعد شوية الإشارة. فأنا لو عملت رن للدائرة كويس، هلاقي انه الاثنين عرضوا لي على طول القيمة النهائية. تمام، هاي هذا تقريبا القيمة النهائية عندي انا الفولت ديفيجن 5 5 و10، وهي تقريبا 12 فولت، وهي نفس الشيء 5 10 وتقريبا 12 فولت، هاي الفولت ديفيجن تبعتي هنا. كويس، معنات الكلام انا ما شفتش المحركة التصاعدية اللي لازم اشوفها، اللي هي المنحنى اللي انا قلت عنه. كيف اشوفها؟ هنا يجب في المالتي سيم انك تعمل في خيار لازم تعمله عشان تشوف هذه الحركات. الخيار هذا هو طبعا طبعا هو ليش ما جبناش المنحنى، لانه اعتبر انه الدائره هيصير لها سيميليشن بسرعه، وانه هذه شبه مشحونه، او حتى لو حطيت انه هو والله صفر، ولكن هو يعتبر انه في شيء مشحون في الدائره. فانا ايش بدي اقول له؟ من قائمه سيميوليت بتروح على Interactive Simulation Setting، وبتقول له هنا Initial Condition، يعني ايش القيم المبدئية او الابتدائية اللي يبدأ منها، قل له Set to Zero. Set to Zero يعني معناته انه المكثف مش مشحون، وانه البطارية لسه بدها تطلع جهد، وكل اشي هيبدأ عندي من الصفر. في هذه الحالة ان شاء الله هتشوف الكيرف. خلينا نشوف مرة تانية هاي الاثنين،
وهي عملية الرن. ها هيو هنا ظهر، عشان هيك انا ما جبتوش هنا لانه هذا شوية بتأخر، ولكن هنا ايش هيو ظهر وهي وصل للماكسيمم. خليني اوقف الدائرة الان. تمام، فانا عندي هنا هنشوف ونقيس الموجود كله ان شاء الله. طبعا هنا هي بهذا السبب انا عرضت الثاني لانه مرات بقصر معي. خليني اعمل رن مرة تانية ونجرب. فهذا هي تقريبا ما ظهرها لسه، ولكن هي ظهرها بعد شوية. وهذا تقريبا ايش شبه شحن، فانا هوقف الدائرة الان. تمام، فهو بيظهر عملية الشحن ولكن ما بيظهرها ككيرف زي ما انا بدي. تمام، فانت ممكن تحاول، ممكن تجد وسيلة انه كيف يظهرها كمنحنى، ولكن هنا ظهرت بصورة ما. خلينا نجرب مرة اخرى. وقف. تمام، هنا برضو ها هي الان ظهرت. طبعا بدك تلعب في التايم دومين. هي الان ظهر هنا الكيرف، وهنا ايش ظهر كمان مرة. فانت ممكن ايش نخلي نشوف احنا الان احداثيات هذا او المدة الزمنية اللي استغرقتها. فخلينا نشوف هذا المكان الان. الان انا عندي المقاومة 500 اوم، والمكثف قديش 100 مايكرو فراد. ف500 اضربها في 100 مايكرو فراد هتطلع عندك تقريبا 50 ملي ثانية. 50 ملي ثانية. تمام، لما نضربها هذه في 5 مرات هتطلع عندي 250 ملي ثانية، يعني تقريبا ربع ثانية. ربع ثانية هيتم شحن هذا المكثف. تمام، بشكل كامل. نشوف ربع ثانية هذا موجودة ولا لا. هاي انا عندي بقول لي هنا التايم ديفيجن عندي 50، يعني كل مربع 50 ملي ثانية. 50 ملي ثانية هذا التايم كونستانت. اوكي، فانا 5 مرات منه حصل للماكسيمم. خلينا نشوف، هاي مرة، مرتين، ثلاثة، هاي اربعة، طلع هاي خمسة بالضبط. عندي الخامسة، هاي اخر ستيب. لو هنا انت شايف بتلاقي اخر ستيب ظهرت وبعدين خلاص صار ثابت، وبالتالي استغرقت 5 من التاو اللي هو ثابت الزمن عشان يخلص عملية الشحن نهائيا. ونفس القصة هنا، انا عندي هنا برضو 50 ملي ثانية كل مربع. ف50 مرة، مرتين، ثلاثة، هي اربعة، وهي خمسة. تقريبا عند الخمسة انتهت عملية الشحن، والتيار هيتوقف في الدائرة. تمام، فانا ممكن برضو عرفت الان كيف بتصرف معي التيار الفولت او المكثف في الدائرة. بنفس الاسلوب لو انا بدي اتعرف على التيار كيف بصير، احنا قلنا في عنا هنا حاجة اسمها كارنت بروب. الكارنت بروب هذا باخده وبحطه، بقول له بدي اشوف التيار اللي طالع من اللي داخل للكباستور. طبعا احنا قلنا الفولت بيتزايد من الصفر الى قيمة عالية، لكن التيار يتناقص. تمام، فخلينا نشوف التيار بنفس الطريقة اللي اخذناها قبل هيك لقياس التيار عن طريق هذا البروب. فبقيس التيار، خلينا نشوف. طبعا هاي الدائرة عندي وانا بدي اشوف الفولت والتيار، فبتوقع الفولت يسير بهذا الاتجاه لحد الماكسيمم. من اول ما يصير الماكسيمم التيار هيكون بيتناقص وهيصل للصفر في الاتجاه المعاكس. خلينا نشوف، فعلا هذا هو الجهد، اطلع كيف، وهي وصل. نفس الاشي هذا وين بوصل الماكسيمم، هذا هيكون وصل الصفر. تمام، فانا الاثنين هاي هم الفولت والتيار. خليني اوقف الدائره شوي. فانا هاي الفولت يتزايد والتيار ايش عندي يتناقص لحد ما يوصل صفر، وهذا هو سلوك المكثف في الدائره. طيب الان خلينا كتطبيق عليه ايش بصير لو انا جبت بدل مصدر الجهد الثابت رحت جبت مصدر جهد متغير زي هيك. تمام، انا عندي موجة مربعة، وهي زي ما هو واضح هنا 5 تاو، يعني معناته انه الجهد هيتم تصاعدي، وعند 5 تاو عند هذه اللحظة هيتم شحنه بشكل كامل. طيب بعد هيك صار صفر، معناته انه ايش هيتم افراغه بشكل كامل، وبعدين كمان 5 تاو شحنه بشكل كامل وافراغه بشكل كامل. تمام، طب انا لو كانت الخمسة تاو هذه، يعني كانت الموجة اقل من 5 تاو او اكبر، شو هيصير؟
لو كانت اكبر عند 8 تاو، شوف عند 5 تاو تم عمليه الشحن وخلص تمام، ولكن ايش هيضل ثابت لمده معينه ما دام هذه ايش، ما دام هذه معطيه له مصدر جهد يبقى ايش هتضلها ايش ثابت، لكن مش هيستمر في الشحن لمده لا 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 فولت اكبر لانه خلص هيك هذه الماكسيموم تبعه تمام. نفس القصه لما يصير صفر هتصير عمليه التفريغ، عمليه التفريغ فعليا انتهت هنا وهيضلوا ايش محتفظ بالتفريغ تبعه لمده قد ما انت ايش بتعطيله تمام. فشوف انت الاشاره كيف صارت بالشكل هذا. طيب السؤال الثاني، لو انا بدل 5 تاو كانت اقل، كانت بدل 5 تاو كانت 2 تاو تمام. فشوف قبل ما يوصل للشحنه الكامله عشان ينشحن بشكل كامل بده 5 تاو، ولكن قبل ما ينشحن بشكل كامل عند 2 تاو راح صار صفر المصدر. يعني ايش بقول للمكثف؟ بقول فرغ شحنتك الموجوده. فانا زودت الجهد بعدين فرغ الشحنه، قبل ما يوصل الماكسيمم راح ما لحقش يوصلها راح فرغ له الشحنه، ووصل بعد هيك ادى له اون بعد 4 تاو فاوكي هيشحن مره ثانيه، وبعدين قال له لا فرغ لي اياها، وبالتالي صار انت عمليه ايش، عمليه تغيير في شكل الاشاره. فانا بدال ما يكون داخل عندي موجه مربعه صار عندي تقريبا شبه موجه مثلثه تمام. ولا تنسى انه ايش في بيكون عندي هنا فرق بسيط، ليش؟ لانه ما بلحق يوصل للماكسيمم. ففي عندي هذه الدائره تستعمل ل تقريبا تستعمل لتحويل الموجه المربعه لدور الموجه ايش مثلثه. طبعا انت حسب الار والسي اللي بتختارهم هتكون مثلثه فعليا ولا فيها شويه انحناءات. وهذه الدائره تستعمل برضه لتحويل الموجه المربعه لايش موجه اسمها موجه اباريه بالشكل هذا. وهذا ايش طبعا كل وحده لها استعمالاتها، ولكن انا فقط هنا بنوه انه ممكن تنتج بناء على سلوك الكباستور، بناء على فهمك لسلوك الكباستور. فانا الان لما اقول للمكثف اشحن هيشحن، هيبدا عمليه الشحن تمام، وهيكون التيار الموجود في الدائره تيار كبير، ولكن بمجرد انه اقول له وقف الشحن تمام، او بمجرد انه ينتلي فهتلاقيه انه ايش التيار صار بطيء، صار صفر صفر، صار قريب من الصفر تمام، وبالتالي صار الفولت هنا قليل. وبالتالي اول ما يبدا الشحن هيكون في تيار عالي هنا، وبالتالي الجهد على المقاومة عالي زي هنا، ولكن شوي شوية المكثف هذا ايش ماله بضاعف التيار، هيضاعف التيار، واحنا حسب قانون اوم التيار لما يضعف الفولت هنا بضعف، وبالتالي هيوصل لصفر زي ما احنا شايفين هتوصل للشكل هذا. وبرضو هذا هنشوفها بشكل عملي. طبعا الان احنا بصدد نعمل الدائرة هذه، في عنا 500 اوم وفي عنا 1000 ميكرو فراد. طبعا انا لما اعطي هنا موجة مربعة لما تطلع لل 12 فولت، طبعا الموجه المربعه هذه من 0 ل 12، من 0 ل 12 لما تطلع ل 12 فولت هتعطي تيار عشان يشحن المكثف تمام، ولكن طبعا لازم يشحن قبل ما توصل هذه للصفر، قبل ما تنتقل للصفر. بدنا نشوف الان لما تكون المده هذه كافيه او غير كافيه ايش هيصير في الاشاره اللي طالعه من المكثف. الان هاي عندنا انا دائره مربعه، الدائره المربعه هذه تستمر لمده معينه بتردد معين، وتسمح الان المكثف الان هاي قاعد بيشحن، ولما توصل لما تبدا الصفر هترجع تفرغ مره ثانيه، بيشحن وبفرغ، بيشحن وبفرغ زي ما احنا شايفين. الان بدي انا ازود او اقلل التردد في الاول، بدي اقلل التردد واخلي المكثف له فتره افضل عشان يلحق ايش يشحن. فلو انا الان قللت التردد طبعا العملية بطيئة شوية لأنه الاسلسكوب أنا حاطط كونفيجوريشن تبعته أبطأ. فالآن صارت عندي مدة الموجة ال 12 فولت والصفر عندي أكبر هنا، وبالتالي بتسمح عندي للمكثف إنه يشحن أوكي ويوصل للماكسيمم تبعته معاه وقت يعني يوصلها، ونفس القصة لا بصل الصفر تبعه ومعاه وقت يصل الصفر تبعه، وبتضل هذه العملية طول ما ايش الفترة هذه موجودة. ولكن في حالة اني قللت ايش التردد شوية او زودت التردد، فالان هنشوف الوضع مختلف، صار الان التردد زيادة، وبالتالي التايم هذا هيكون قليل، وبالتالي يا دوب ما بدها تلحق تمسك
الماكسيمم بيجي يقول لها فرغي، بتفرغ قبل ما توصل الصفر بيقول لها يلا اشحني، وبالتالي صار عند عمليه التفريغ والشحن بصوره اخرى. زي ما احنا شايفين هنا الموجه متغيره عن ايش، المربع صارت تقريبا شبه مثلثه، وقال لو زودت التردد اكثر فتصير تقريبا شبه مثلثة، ما بتصل الماكسيمم وما بتصل المينيمم. تمام؟ ليش؟ لأنه ما في فترة السكوير ويف هذه مسامحة إلها توصل الفترة أو الشحن، مدة الشحن الكفاية، لأنها أقل من 5 تاو، أقل من 5 تاو. نفس الإشي بالنسبة للدائرة الثانية اللي بتحتوي على 1000 مايكرو فاراد كاباسيتور، وفي عندها 500، نفس القيم نستعمل إحنا، ولكن هالمره بدل ما انا اخذ حوالين الكاباسيتور الاسلسكوب، لا هاخده حوالين المقاومه، يعني فقط انا بدلت مكان المقاومه بالمكثف، ونفس موجه المربعه هطبقها وهنشوف ايش هيطلع معنا. وزي ما قالتنا للصيدات هيطلع معنا تقريبا لهذه الموجه الاباريه، طبعا اللي بتدل على انه تقريبا مع كل بلصه بتجيني هيتم هنا شحن المكثف، او هيتم جهد على المقاومة، وبعدين هيقل جهد المقاومة تدريجيا. السبب طبعا انه التيار الموجود في الدائرة طبعا هيروح للصفر. ليش؟ لانه هيتم شحن المكثف. فانا الان بأمر في هذا الستيب هذه بأمر ان المكثف يشحن، هيشحن، المقاومة هتكون عندها فولت اعلى ما يمكن في هذه اللحظة، ولكن التيار هيبدا تدريجيا انه ايش يقل 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 لحد ما ايش يوصل تقريبا الصفر. وبهيك تقريبا انتهينا من مقدمه عن المكثف، تقريبا ايش هو تركيبه وايش سلوكه في الدائره العاديه اللي هي عباره تحتوي على مصدر تيار مستمر، وكيف بيشحن وكيف بفرغ. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، وما تنسى تشاركنا عبر صفحه الفيسبوك. السلام عليكم.